عايز اسالكم في البدايه كده سؤال ليكم انتوا الاثنين كده، نبدا بهاب، تقول لنا بقى ليه اخترت لعبه كره القدم الامريكيه؟ والله هو في الاول الموضوع جه بصدفه شويه، يعني انا كنت ماشي في الجامعه عادي جدا، قابلت واحد اعرفه يعني كان عايزني اجرب اللعبه، كان في زي تجربه كده في الجامعه بسيطه عن اللعبه، فلما رحت ودخلت اللعبه لقيت الموضوع جديد، ما كانش يعني لسه كنت انا اول مره يعني اتعرف بحاجه زي كده في مصر، كنت بس بشوف اللعبه على التلفزيون وكده، فلما دخلت اللعبه لقيتها فكره جديده، يعني اللعيب فيها بيتعلم حاجات كتير جدا بره اللعبه وجوه اللعبه، فلقيت الموضوع كويس جدا الصراحة، لعبة جديدة بس جديدة يعني علينا. جديدة علينا هنا في مصر، وبالذات يعني الفكرة نفسها بتاعت اللعبة جديدة، فيها زي ما قلت حاجة حاجات كتير قوي بنتعلمها. يعني كابتن احمد، انا الموضوع عندي مبتدي مختلف شويه، يعني من احنا على طول من زمان بنتفرج على افلام بتاعه الامريكان فوتبول من بره وكده، بالظبط فهو الموضوع متعلق يعني في الاذهان من ساعتها، وبعد كده في بدايه الجامعه كان الفريق البيرز يعني اللي احنا بنلعب فيه عمل تراي اوتس كده عشان الناس اللي عايزه تحب تشارك او تبقى موجوده معاهم في الفريق، فقدمت ورحت، وكانت بالنسبه لي من اللحظات اللي انا مش ناسيها لحد دلوقتي، لان احلى حاجه في الفوتبول بغض النظر عن اي حاجه انها بتجمعنا كلنا، يعني احنا كلنا عيله كبيره يعني. لعبت اي رياضه تانية قبل كره القدم كنت الامريكيه؟ بلعب كوره، قعدت سنين المدرسه كلها بلعب كوره، وكنت في مدرسه الخطيب كمان اللي في الرحاب، بس لما دخلت الجامعه وكده لقيت الامريكان فوتبول حسيت اللعبه اميز اكتر، فيها حاجات مختلفه جدا عن الكوره، الواحد بيشارك في حاجه مميزه جدا، والواحد اتبسط فيها بصراحه اكتر بكتير يعني. احمد، لعبت حاجه قبل كده؟ الرياضات الطبيعيه اللي كلنا بنلعبها يعني اطفال، كوره، سباحه، الحاجات العاديه اللي كلنا بنلعبها واحنا في المرحله السنيه دي يعني، بس اتشديت للفوتبول طبعا زي ما قلت لك، مختلفه مختلفه في كل حاجه.